مصر. أقرب واحد ليا ممكن شوية زيزو. يا نهار أبيض على ده، سؤال كابتن جاري ولا كابتن حسن شحاتة؟ لا سؤال صعب قاسي، وسؤال قاسي منك أنت إنك تسأله، لأن كل واحد له قيمته، له قيمته وله مرحلته. لا سؤال مرفوض تماما، الجاري وحسن شحاتة. كابتن جوهري. يا نهار ابيض، ده هي ما تحلاش الا بحسام حسن وجمال عبد الحميد، لما كنت تشوفه باتنين في روضه المنتخب مصر، هو ده منتخب مصر. كل واحد ليه طعمه، ما مش هطلع. انا شايف شيكابالا من اكثر المواهب اللي اتظلمت وكان يطلع منه قد كده 10 مرات، عكس تريكا اتساعد وتخلوه يطلع قد اللي هو يقدر يطلعه كتير. بس كل واحد ليه احترامه وكل واحد ليه شخصيته وليه التزامه، وانا انا ما بنتقدش لعيبه بشكل سلبي، الاثنين ممتعين والاثنين عملوا شعبيه لجماهيرهم والاثنين عملوا انجازات غير عاديه لانديتهم وللمنتخب. يا نهار ابيض، سوري يا وائل، انت عارف هقول بيه. ده وائل ده حبيبي قوي كمان وراجل محترم قوي يعني. لا انت قاعد تعور في الناس، مجدي عبد الغني اخترع الديفندر في مصر، وطارق حامد زود في شخصيه الديفندر في مصر، اثنين مكملين. طب انت بتتكلم على اثنين التاريخ، ما تظلمش، ما تخليش التاريخ يجمع ناس ما تتجمعش، لكن انت بتتكلم على اسماء عظيمه كلها. مجد ده اخترع الهاف الديفندر، وطارق حامد ده قلب الاسد، ده انا اللي مخترع عليه اللقب ده او القلب الحديدي، اعتقد ايمن يونس اول واحد قال عليه كده. لا مصطفى محمد. شناوي. الونش. بن شرقي. ولا واحد من الاثنين، مفيش حد احسن من الثاني. كشري طبعا. مخرج سينمائي اكيد. هتهزر؟ بحب قوي طبعا انغام واصاله وشيرين، بحب قوي عمرو دياب وتامر حسني، وبحب الجيل القديم قوي، بحترم قوي محمد فؤاد، صانع كان غير عادي، بحترم ايهاب توفيق جدا، بحترم كل فنانيننا. بس انا كمان بسمع مزيكا اجنبي كتير، اتربيت على الابا والبوني ام والبينك فلويد والاير سبلاي وخوليو جلاسيس، وبسمع لحد دلوقتي بسمع بيانسي وبريتني سبيرز. يعني المزيكا بالنسبه لي والسينما اساسيات حياه، مفيش يوم ما بعديه ما بتفرجش على فيلم سينما مثلا. بنزعل كتير، علمتهم مفيش حاجه مستاهله. انا كنت بزعل كتير، بزعل من الناس اللي بتفتكر ان هم ناس ويطلعوا مش ناس، ودول كتير. لما احس ان انا قادر ادي وقت لنادي الزمالك، دي بقى اللي مش قوي. بسمع كل المزيكا، المهرجانات دي بجامل بيها ناس يعني عشان اسمعها، لكن هي موضه والولاد وكل المجتمع كله بيحبها، لكن هي مش كل وقت بسمعها صراحه. يا فيلم سينما حلو، بدور على الافلام القديمه اللي احب اتفرج عليها، ممكن اتفرج على، احب انا الافلام بتاعت ميل جيبسون، بريف هارت، احب لاست ساموراي،
بتاع توم كروز، مش عارف ايه الحاجات دي، ممكن اقعد اتفرج عليها، ممكن احب اتفرج على افلام قديمه، يعني يعني افلام قديمه كتير قوي طبعا. ممكن اروح لافلام ثلاثي اضواء المسرح، بنبسط بيها مع حسن يوسف، مع الكلام ده كله. الافلام دي برضو بتخليك تفصل شويه، برضو ممكن مزيكا، ممكن لسه بقرا، تصدق لسه بس كتاب واقرا. الموبايل بياخد كل وقتنا طبعا، الموبايل بيسرق وقتنا كله، لان السوشيال ميديا التويتر والفيسبوك والانستجرام حراميه الحياه وشياطين الحياه، الحراميه وشياطين الحياه بيسرقوا حاجات كتيره قوي. بس خلاص احنا دي العيشه بتاعتنا ولازم نتقبلها، ما ينفعش تقول انا عايز افضل في الماضي، هو ده المستقبل، ولسه كمان المستقبل بيجري الحاجات تانية. لما تهدى الامور، لما تخلص الانتخابات، لما يحصل استقرار، لما يحصل تخلص من الديون المتوارثه من 30 سنه، محمد صلاح، ما عنديش غير محمد، مش شايفه غير كده.